بريطانية وتصحبني فيها بلغة الإشارة الزميلة أسماء عثمان. استقبل فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي سيد محمد الشيخ الغزواني مساء اليوم بالقصر الرئاسي موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي الليبي. جرى اللقاء بحضور الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية نالي ولشروقة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم المرزوق والقائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا بنواكشوط سالم فاضل الكاسح ومدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية الليبية أسامة سعيد البغني ومدير فرع الديوان بالمنظمة الجنوبية بن عيسى الصديق سعيد.